السلام عليكم. في هذا الفيديو درت لكم فقرة لوصف منزل وغرفة أو لوصف منزلي وغرفتي مع بعض لتلاميذ السنة الثانية متوسط. تابعوا معي. Our house is small. منزلنا صغير. We live in an apartment in a beautiful building. نعيش في شقة في بناية جميلة. We have two bedrooms and one living room. عندنا غرفتي نوم وغرفة معيشة and one kitchen ومطبخ. My bedroom is فقط هنا ذكروا الباثروم okay and one bathroom. أنا هنا فقط ما كتبتهاش أعتذر. My bedroom is next to my parents' room. غرفتي بجانب غرفة والدي. I share it with my brother. أتقاسمها أو أتشاركها مع أخي. We have two beds. عندنا سريرين. One table and two desks. طاولة ومكتبين. To work and study on. نخدم عليهم الفروض المنزلية تاعنا ونقرأ عليهم في نفس الوقت. We have one balcony and a small garden. عندنا بالكون واحد. عفواً وحديقة صغيرة. Because we live in the first floor. علاه عندنا حديقة؟ لأنه نسكنو في الطابق الأول في الغيتشوسي كاين حديقة قدامنا. We always sit together in our lovely living room. دائماً نجلس مع بعض في غرفة المعيشة نتاعنا اللي دائماً نتلمدو فيها. We watch TV and we tell jokes. نتفرجو التلفاز ونخبر بعضنا نكت. I really love my family and my room. فعلا أحب عائلتي وأحب غرفتي. It's my favorite place. هي مكاني المفضل. إذن our house is small. We live in an apartment in a beautiful building. We have two bedrooms and one living room and one kitchen and a bathroom. Okay, زيدوها هنا and a bathroom. My bedroom is next to my parents' room. I share it with my brother. We have two beds, one table and two desks to work and study on. We have one balcony and a small garden. Because we live in the first floor, we always sit together in our lovely living room. We watch TV and we tell jokes. I really love my family and my room. It's my favorite place. Okay. إذن هنا وصفنا المنزل في وصف. دائما هنا شوفوا الفقرات ما تروحوش فيهم بزاف وما تدخلوش في تفاصيل كثيرة لأنه رايحين تكبروها بدون فايدة ومن بعد تتخلط لكم الأمور. اكتبوا فقط النقاط المعروفة واللي تعرفوها. ما تبذلوش جهد فوق الطاقة نتاعكم. كل مرة اكتبوا فقرة كل مرة زيدوا فيها معلومة وكل مرة زيدوا فيها كلمة بشوية بشوية حتى تتعلموا تكتبوا فقرة كاملة ومكملة. إذن هذا هو النموذج. أبدأوا في وصف المنزل. وصفوه بالعقل بالعقل. واش تعرفوا كلمات واش تعرفوا تعابير استعملوهم لأنه كان بزاف اللي مازال ما يعرفش يكتب الفقرة. ومن بعد هنا اكتبوا إلى تشاركوا الغرفة مع خاوتكم ولا لا لا. ومن بعد اكتبوا وين مولفين تتجمعوا. كاين اللي تجمعوا في الصالون كاين اللي عندهم غرفة المعيشة إلى غير ذلك. واذكر علاه تحب داركم ولا وشنو هو المكان المفضل في المنزل. هذا مكان فقط بدون تفاصيل كثيرة باش ما تخرجوش عن الموضوع. إذا كانت هذه هي الفقرة. نتمنى إن شاء الله تفيدكم وتستفادوا. أترككم في رعاية الله وحفظه. بقوا على خير.